اهلا وسهلا فيكم متابعين قناة خط السير مع يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. بحب اذكركم بالاشتراك بالقناة وابداء الاعجاب، واذا عجبك الفيديو شيره وعلق له عليه وما تنسى زر الجرس. هاي القناة قناتكم، اذا عندك اي مكان حاب تشوفه بس خبرنا عنه واحنا ان شاء الله بنوصل له وبنعمل لك عنه فيديو مميز. انا كنت اصور في حي من احياء ضاحية رشيد وطالع على حي ثاني اللي هو محيط مارس اسكان الجامعة الاردنية، اللي طلبوا مني عبد الرحمن جيمز طلب مني اني اصور هاي المنطقة، وان شاء الله هلا طلع لها عندي على النافيجيشن 3 دقائق بس حتى اوصل. انا على فكرة صورت ضاحية رشيد قبل مرة بالفيديوهات ارقام 160 والفيديو رقم 262 وفيديو رقم 278. هذه الفيديوهات كلها انا صورت فيها مناطق معينة من ضاحية الروضة وضاحية الرشيد من الخلف من قدام، يعني انا صورتها من كثير اماكن فيها، وهلا طلب مني اسف جدا اني اطلع واصور منطقة اسكان مدرسة اسكان الجامعة. طبعا هي اذا انا ما ظني ما خابني هي على اليسار، يعني قبل اشوف النافيجيشن هي على اليسار اللي هي عند كلية الاميرة سمية بتوقع. طبعا انا بصور يوم جمعة بس الصبح كان عندي تصوير كثير في مناطق ثانية، لهيك انا طلعت اكمل التصوير بعد صلاة الظهر. يعني هلا انا عم بكمل، صورت اليوم كثير فيديوهات، يمكن بين على صوتي كثير تعبان من كثر التصوير ومن كثر الحكي. على كل نرجع لموضوعنا اللي هو ضاحية الرشيد. ليش سموها بضاحية الرشيد؟ انا دورت كثير والله صراحة لحتى اعرف يسموها ضاحية الرشيد بس ما لقيت شيء، فانا بتوقع انهم سموها ضاحية هارون الرشيد. ممكن لو ندور عليها نلاقيها هارون الرشيد، بس الناس عندنا هون تحب تختصر، فبتوقع انهم سموها الرشيد نسبة للخليفة العباسي هارون الرشيد، والله اعلم، لانه في عندنا كثير اماكن هون بالاردن تسمى على اسماء خلفاء وعلى اسماء شعراء، زي مثلا شارع ابو العلاء المعري، شارع مظفر النواب، عندنا اسماء شوارع كثيره زي هيك، فبتوقع انه الضاحيه كلها سموها باسم هارون الرشيد. اللي عنده اي معلومه يا ريت يضيف لنا اياها ويخبرنا عنها. طبعا ضاحيه الرشيد من الاماكن اللي جدا مرغوبه للسكن، يعني كثير ناس بتحب تسكن هاي المناطق لانه قريبه جدا من كل تفاصيل عمان. يعني بدك تروح على الغرب بسرعه بتصل، بدك تروح على شرق عمان بتاخذ شارع الاردن من خلف ضاحية الرشيد، بدك تروح على جرش بتاخذ شارع الاردن باتجاه جرش اللي هو طريق ابو نصير، بدك تروح على وسط عمان تاخذ شارع الملك راني او شارع الجامعه الاردنيه، يعني وين ما بدك تروح عندك شوارع ممتازه. بدك تنزل على الزرقاء وعلى رصيفه تاخذ شارع يجوز، يعني هي جايه في منطقه يعني من المناطق اللي كثير مهمه، لهيك الاراضي فيها كثير غاليه بتوصل حتى 400 الف دينار اردني قطعه الارض هون ال1000 متر. يعني منطقة مش رخيصة، منطقة غالية. اللي على يسارنا هذا اللي هو شيك تبع الجامعة الأردنية، يعني هذه الجامعة الأردنية على يسارنا طبعا لها بوابات كثيرة، من ضمنها في بوابات من هون ممكن هاي بتدخل على السكنات، سكنات الطلاب، لأنه أنا بعرف فيها سكنات طلاب وطالبات داخل الجامعة الأردنية بس من المناطق الخلفية هاي. أنا هلا حروح على اليمين، المدرسة موجودة هون، والله جيد كويس إنه جابني هون، لأنه هذه المدرسة بتوقع نشوف شو اسمها نقرا. انا بعرف انها مدرسة بنات هاي، انا هيك بعرف مدرسة اسكان الجامعة. نعم هذه احنا هيك وصلنا مدرسة اسكان الجامعة. خلينا ناخذ يعني شوف الشوارع كيف، انا نطيت نط عن الكرسي من الحفر. يعني منطقة لسه بنتكلم 400 الف دينار سعر الدنم فيها، ومع ذلك للاسف الشديد مكسرة. خليني اخذ على الشمال بعدين بلف وبرجع بس عشان افرجيكم محيط المدرسة، لانه انا بحب اوصل المعلومة كاملة والصورة كاملة. طبعا زي ما حكيت انا في فيديوهات سابقة في داعي ان اظل اعيد نفس الكلام، اللي بدي اعرف معلومات عنها كثير لهالمنطقة الجميلة هاي يرجع للفيديوهات 160 و262 و278، انا صورتها ثلاث فيديوهات قبل هذا. خلينا نروح على اليمين هلا حتى ندخل في الاحياء الداخلية، يعني شوفوا للأسف الشديد يعني منطقة جدا غالية زي ما حكيت قبل شوي، ومع ذلك شوارعها مكسرة. يعني ما بعرف الأمانة شو بتسوي، يعني ولا الجهة المسؤولة، أنا ما بديش أحكم عليهم. فشوفوا هذه هيك الطابع الجديد تبع ضاحية الرشيد. أنا بتذكرها زمان كانت كلها فيلل وقصور، كانت عبارة عن فيلل وقصور. طبعا انتشر عندنا كثير الإسكانات، إسكانات اللي بيبيعوا فيها الشقق بيع، يعني في شركة إسكان تطلع بعمارة وبتبيع. أسعار الشقق هون أنا أعطيتكم إياها بالفيديوهات الماضية بس يلا مش غلط أنا مسجلهم على ورقة، برجع أقرأ لكم إياها مرة ثانية، اللي هي من 50 ألف دينار لحتى 65 ألف دينار. طبعا هذا المعروض خلال 48 ساعة، يعني ممكن تلاقي هون شقق. أنا بعرف شقق في المنطقة هاي 230 ألف دينار أردني الشقة،
طبعا كله بيعتمد على مساحة الشقة، على موقع الشقة، على مكان. خلينا نكمل على اليمين، نشوف على اليمين، لأنه احنا لساتنا في نفس الحي، احنا بعدنا بنفس الحي. هلا بنرجع على اليمين مرة ثانية. فكثير في اعتبارات هي اللي بتحكم لك سعر الشقة. يعني مثلا الأرض اللي قدامنا هي، أكيد الأرض هي غالية، أنا جاي على شارعين، فلما بنى عليها صاحب الإسكان أكيد بيوزع سعر الأرض على الشقق، طبعا هذا غير مكسبه. لهيك بتلاقي في شقق بتكون مثلا بأربعين ألف، في شقق بتلاقيها بميتين وثلاثين ألف وميتين وخمسين ألف. أنا بعرف شقق محددة، يعني سألنا حارس العمار حكى لي 230 ألف دينار الشقة، وضال عنده واحدة، يعني بايع كل الشقق اللي عنده ضايل واحدة بس. يعني ما شاء الله لسه في أنا ناس بتشرب ربع مليون شقق في، مش نحكي دابوق ولا عبدون، يعني مناطق سهلة زي هاي. هاي عندنا هاي عادة ولا واحد أعطى غماز. يعني أنا وقفت على الفاضي هون على التقاطع لأنه نازلين سيارتين، وأنا طبعا راح أوقف إذا ما شفتش غماز. فكلهم راحوا على اليمين وظليت واقف استنى. للاسف الشديد هون الناس انانيين جدا بالسواقه، اناني جدا. يعني بتصير معي كثير، خليني اغير موضوع شوي، بتصير معي كثير بكون يعني مستعجل وبدي اتجاوز شخص معين، بس اتجاوزه وهو على يميني بتطلع بوجهي وبكبس بنزين، بصير يسابق في، اهدي بهدي، اسرع بسرعه. للاسف يعني عندنا ما في عندنا ذوق بالسواقه بالمره، يعني قلائل جدا اللي انا شفتهم بالاردن بسوقوا كويس صراحه. السواقه مش انك تشغل سياره وتحط درايف وتمشي، هذه مش سواقه، هاي ولد صغير علمه اياها بيعرف يعملها. السواقه هي الاصول، انك تعرف تتعامل مع السيارات اللي في محيطك، تعرف تتعامل مع الشوارع. للاسف عندنا هون اللي لو انا خلوني اعمل فحص للناس هاي من جديد كلها برسبها، يعني يمكن من كل 100 يطلع معي واحد بيعرف يسوق، للاسف الشديد. يعني هاي عمالهم بلفوا ولا بعطوك اي مجال، حتى لو انحشرت انت بالشارع ما حد بمرقك، حتى لو انحشرت الا من رحم ربي. شايفين؟ ف المنطقة ضاحية الرشيد دي كبيرة، يعني تمتد من شارع الجامعة لحتى شارع الاردن، يعني المربع هذا الكبير كله لضاحية الرشيد. يعني هلا عند مدرسة المنهل المعروفة، يدخلكم عندها من اليمين.